السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت أول مرة تدخل على القناة عندنا، أنا عاوز أعرفك الأول عن النظام بتاعنا في شرح الدروس بتاعتنا بتاع الثانوية العامة. أول حاجة إحنا طبعا بنتكلم على أهم كلمات موجودة في الوحدة، بعد كده بنحل عليها أسئلة كتاب المعاصر وأسئلة كتاب جيم، ممكن نجيب كمان كتاب خارجي بس ده بيبقى حسب الوقت المتاح. بعد كده بنشرح القواعد، وبعد كده بنشرحها بالتفصيل طبعا، وبعد كده نحل عليها كتاب جيم، ونحل كمان كتاب المعاصر، وممكن برضو بنزود كتاب لو ايه لو امكن. بس انا انصحك نصيحه، لو انت في حاجه شغلاك دلوقتي وقف الفيديو وما تسمعوش، اسمع الفيديو لما تكون فاضي ومجهز نفسك ومجهز ورقه وقلم وحاضر بذهنك معايا عشان يبقى تركيزك في اعلى درجاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد العبد من دروس تعليمية أونلاين. هنتكلم النهاردة مع أبطالنا، أبطال الثانوية العامة اللي ما عندهمش حاجة اسمها مستحيل وعندهم أمل في ربنا إن شاء الله، وبيبذلوا أقصى مجهودهم وإن شاء الله ربنا مش هيضيع مجهودكم أبدا أبدا. نبدأ مع يونت 9 Finding Work، إيجاد العمل. طبعا هنتكلم على كل ما يتعلق بكلمات الوحدة من مشتقات والسينونيم والأنتونيم، وكمان هنتكلم على التعبيرات اللغوية ونتكلم على البريبوزيشنز، كل ما يتعلق بكلمات. نبدأ الأول خالص بقى كده أهم كلمات. أول حاجة هنا عندي abbreviation, abbreviate, achieve, achievements, apply, applicant, application، طبعا ممكن يجي معها form أو application form لو طلب الالتحاق، appoint, appointment, assist, assistant, candidate, choir, conscience, conscientious, consult, consultant. CV هنا اختصار لكلمة curriculum vitae، curriculum vitae. Daycare center، decide، decision، established. شوف العمود العلمين هنا، طبعا نتكلم على الفوكابلري والدرافيتفز بتاعتها، درافيتفز المشتقات بتاع الكلمات يعني. Experience، fluency، fluent، fluently، grade، information، technology، graded، neighbor، neighborly، neighborhood، permission، permit، pharmacy، possess، position، positions، product، qualification، qualify، reputation، reputable، sales، sociable. نكمل برضو في الimportant vocabulary، academic، address، agree، ambitious، awards، certificate، complain، contact، license، medical، pass، personal skills، profession، promise، qualities، report. نكمل برضو customers، degree، editor، employers، encourage، explain، gain، hard skills، leader، sales assistant، secondary، shout، skills، specialize، tell told، threaten، useful، voluntary، well organized. نكمل extra vocabulary activities، ambition، ambitious، athletics، attention، biology، camping، care، career، charity، chemistry، details، disabled، existence، far east، general، include، interests. العمود العلمين هنا interview، kindness، matter، member، missing، nationality، offer، particular، personal، present، previous، result، Spanish. Special، store، succeed، suitable. نيجي بعد كده طبعا حاجات بقى بنسميها verbal collocations، يعني متلازمات لفظية، يعني الفعل بيجي معها noun أو adjective adverb ممكن يغير معناه، فلازم ناخد بالنا لان في بعض الاحيان بيلعب وضع الامتحان على النقطه دي. لما اقول مثلا
have a driving license لديه رخصة قيادة. have sales experience لديه خبرة في المبيعات. have a degree in لديه شهادة جامعية في. have a skill لديه مهارة. have a problem with لديه مشكلة مع. نيجي بقى pass a test يعني بيجتاز الاختبار. succeed in the test. gain experience يكتسب خبرة. offer a job يعرض وظيفة. make an appointment بيحدد موعد. نيجي بعد كده بقى لحاجة اسمها synonyms اللي هي المترادفات، ودي طبعا بتزود الثروة اللغوية عندنا، وطبعا بنحاول نحفظ على قد ما نقدر منها أكبر قدر ممكن من اللي هي المترادفات. أول حاجة be an abbreviation of اختصار لي. be هنا طبعا مكانها am with a war was aware إن هي تختصر لverb to be. طبعا المترادف بتاعها be short for conscientious حي الضمير أو متفاني. dedicated fluent articulate. نقطة ثانية neighborly obliging helpful friendly reputable حسن السمعة أو أهل الثقة. طبعا المعنى المرادف فيها reliable أو respectable. established معناها راسخ أو معروف. طبعا معناها يرادف well known recognized esteemed أو respected. permit يأذن أو يصرح به تساوي طبعا allow let authorize. نيجي للأنتونيمز المتضادات conscientious حي الضمير أو متفاني عكسها casual established unknown neighborly unfriendly unhelpful permit ban forbid prohibit reputable عكسها disreputable. نيجي بقى للجزء الخاص بالexpressions and the idioms تعبيرات مصطلحات هامة ودي مهمة جدا جدا. أول حاجة an abbreviation for arrive on time for customer service agent first of all. بعد كده طبعا assistant editor award for highest grade be in existence طبعا نقولنا بين شوية ليه am with war was where اللي هو الverb to be في المضارع في الماضي. business studies charity work contact information work experience نحمد العالمين. home address let you know make sure medical profession reply in writing voluntary work work as تمام. كمل verb plus prepositions. apply for مهمة جدا جدا يا جماعة حروف الجر. care about deal with encourage واجيب هنا شخص واجيب to focus on get on with help with look for sit down specialize in succeed in talk to thank for work for. نيجي نتكلم بقى على vocabulary study هندرس بعض الكلمات ونحاول نلاحظ الفرق بينهم اللي هو بنسميه هنا clear the confusion. اول كلمتين عندنا candidate applicant. applicant دي طبعا اسم نون اللي هو المتقدم بطلب ايه لوظيفة عضوية نادي مؤسسة دراسية وظيفة في شركة في مصنع نسميه applicant. الكلمة الثانية candidate طبعا دي نون for ده المرشح من بين المتقدمين للحصول على الوظيفة. بمعنى ايه لما يقول لي مثلا there are only three candidates out of 50 applicants for the job احنا عندنا ثلاثة بس مرشحين للحصول على الوظيفة من ضمن 50 متقدم للوظيفة يعني الثلاثة دول غالبا متوفر فيهم شروط للحصول على ايه الوظيفة فبنسميهم مرشحين لهم ايه candidates. نقطة تانية hard skills soft skills. الهارد سكيلز دي مهارات تقنية غالبا بتكون مكتسبة. بقول مثلا ايه knowing more than one language يعرف اكتر من لغة. having a driving license عنده او بيمتلك رخصة قيادة. having a degree عنده درجة علمية او شهادة جامعية. soft skills دي بقى personal skills يعني مهارات شخصية متوفرة في الشخص اصلا زي being tall or strong being conscientious being sociable being a good leader كلها صفات موجودة اصلا فين في الشخص ومهارات في الشخص ليست مكتسب. نيجي لنقطة تانية grade and rank. grade and rank طبعا grade دي صف دراسي مول مثلا ايه my son is in grade 2 يعني ابني في الصف الدراسي الثاني. طيب grade ممكن يبقى معناها تقدير او درجة امتحان او شهادة يعني لما اقول مثلا your grades are very good I'm proud of you يعني تقول لنا تقديراتك كويسة جدا درجة امتحانك كويسة جدا انا فخور بيك
طيب rank، الرتبة طبعا أو المكان الاجتماعي. نقول مثلا my father held the rank of colonel in the army، عايز أقول إن بابا طبعا لديه طبعا الرتبة بتاعته، يعني اللي هو عقيد فين في الجيش. نيجي نقطة تانية degree certificate. degree معناها درجة حرارة، لما أقول the temperature dropped to 7 degrees Celsius يعني درجة الحرارة نزلت لسبع درجات مئوية. degree ممكن تبقى قياس الزاوية، لما أقول draw an angle of 45 degrees ارسم زاوية مقدارها كام؟ 45 درجة. نقطة تانية نكمل. طبعا degree لها معاني تانية برضو، degree ممكن يكون معناها مستوى، لما أقول مثلا this film has a high degree of violence، الفيلم ده فيه مستوى عالي جدا من الايه؟ من العنف. طيب degree ممكن تبقى مؤهل دراسة أو جامعي. He has a degree in law from Cairo University. هو عنده درجة أو مؤهل دراسي في القانون من جامعة القاهرة. طيب أمال certificate بقى؟ لا certificate هنا اللي هي الشهادة الرسمية، الوثيقة الرسمية. أمال إيه؟ This is my birth certificate. دي شهادة الميلاد بتاعتي. إذا ده ورقة رسمية إن أنا إيه؟ مولود سنة كام ويوم كام. لكن لما أقول بقى الاتنين مع بعض، هقول degree certificate يعني شهادة المؤهل الدراسي. معروف ان هو معايا مؤهل كذا، فمعايا شهاده رسميه بالكلام ده، يبقى there is a copy of my degree certificate in my CV. طبعا انا بقول ان انا معايا نسخه من شهاده المؤهل الدراسي بتاعتي فين؟ في السي في بتاعتي. in time on time. in time طبعا في الوقت المناسب، ما اقول he arrived in time for dinner، هو وصل في الوقت المناسب للعشاء. لكن ما اقول on time you must be here on time، the manager here is very strict. هنا بقول يجب عليك ان انت تبقى موجود هنا في الوقت المحدد تماما، لان المدير بتاعنا مدير حازم او صارم. نكمل كلامنا عن more about key vocabulary، دراسه المفردات الرئيسيه بقى. neighbor، neighborhood، neighboring، neighborly. كلمه neighbor طبعا معناها جار او احد الجيران. لما اقول our new neighbors are very kind people، الجيران بتوعنا طبعا دول ايه؟ ناس طيبين جدا. لما اقول neighborhood كنون كاسم بقى اللي هو حي السكن او منطقه سكنيه، فاقول ايه؟ in my neighborhood، في الحي السكن اللي انا فيه او في المنطقه اللي انا ساكن فيها، there are a lot of villas with gardens، في فيلات كتيره فيها ايه؟ فيها حدائق. طيب ممكن ده neighborhood برضه نون، هتلاقي معناها برضه حي سكن مجاور زي اللي قبلها تقريبا، او الناس اللي عايشين في المكان ده نفسه. لما اقول ايه؟ the loud noise awakened the whole neighborhood، الضوضاء الصاخبه ايقظت كل الناس او كل الناس اللي عايشين فين؟ في الحي السكن اللي المجاور. Is there a mobile shop in the neighborhood؟ هل في محل موبايل في الحي السكن المجاور؟ طيب نكمل برضه. neighboring، كلمه neighboring هنا ديت ان adjective مش اسم بقى طبعا، معناها قريب او مجاور. لما اقول my brother works in a neighboring shop، اخويا شغال في ايه؟ في محل مجاور او محل قريب. طب neighborly طبعا دي برضه صفه، هنا معناها ودود تجاه الجيران، يعني بيراعي حسن الجوار. لما اقول مثلا the neighborly relations between people and the countries are important، العلاقات اللي هي علاقات الود تجاه الجيران بين الناس بعضها وبعض يعني and countries والبلاد مهمه جدا. طيب نجي لنقطه ثانيه، fluent، fluency، fluently. كلمه fluent طبعا ده معناها طليق اللسان، واحد بالغ في الكلام مفوه يعني بيتكلم بسلاسه وفصاحه. لما اقول مثلا رودينا is fluent in English، طبعا رودينا دي مالها؟ دي طلقه اللسان مفوهه فصيحه في الكلام بتاعها. As a writer مصر محمد uses fluent language، ككاتب طبعا مصر محمد طليق اللسان طبعا. fluency ديت نون طبعا، fluency is important to politicians، طبعا الطلاقه والفصاحه والسلاسه في الكلام ده مهمه جدا لمين؟ للسياسيين politicians. fluently is it an verb، يا طبعا ايه؟ adverb. الادفيرب هنا حال. she spoke fluently during the meeting، هي بتتحدث بطلاقه اثناء الايه؟ الاجتماع. طب انا هفرق ازاي بين fluent in وfluently؟ طبعا fluent ديت صفه بتيجي يا اما بعد verb to be يا اما قبل الاسم، هنا جايه بعد verb to be لان الصفه بتصف الاسم وتاتي قبله، او تيجي بعد verb to be. لكن fluently ده حال adverb، والحال بيصف الفعل اللي هو spoke وبيجي بعده، يبقى fluently جاي عشان spoke مش جاي عشان she. اذا الحال هنا جاي عشان كلمه ايه؟ spoke بتصف الفعل وتيجي بعده. انتقل لنقطه ثانيه، grade، graded.
grade طبعا الدرجة أو الرتبة، المستوى، المرحلة، النوع، حسب سياق الكلام. لما أقول مثلا سما got grade A at English، طبعا سما حصلت على إيه؟ على المستوى A. فين في الإنجليش؟ على مستوى طبعا students of grade 1 primary don't take written exams. الطلبة طبعا اللي في الصف أو في المرحلة الأولى من الصف من الابتدائية يعني don't take، ما بياخدوش أي امتحانات تحريرية، كلها إيه؟ أنشطة وشفوية وكده. low grade products are cheaper. طبعا low grade هنا مقصود بها ايه؟ اللي هي المنتجات اللي هي مستواها متدني او منخفض، are cheaper طبعا بتبقى رخيصه. طب grade كفعل اللي هي الماضي منها graded، يصنف او يصح عمل الطلاب. بقول مثلا ايه؟ meat is graded according to the type of animal، طبعا اللحوم تصنف وفقا لايه؟ لنوع الايه؟ الحيوان. Mr. Ashraf is grading our homework in the teacher's room. طبعا مستر اشرف بيصحح عمل الطلاب فين؟ في حجره المدرسين. طب graded كايه؟ كصفه بقى الان adjective. طبعا معناها متعدد المستويات او متدرج في المستوى. لما اقول مثلا ايه؟ our academy provides graded courses for learners. طبعا اللي هنا بيقول الاكاديميه بتاعتنا بتزودنا دايما على طول بكورسات متدرجه في المستوى بالنسبه لمين؟ للمتعلمين. ده نقطة تانية. Apply دي بقى لها معنى حوار كبير. Apply طبعا بيطبق عمليا أو ينفذ. لما أقول مثلا إيه؟ Not all theories can be applied in real life. مش كل النظريات ممكن نطبقها عمليا أو ننفذها فين؟ في الحياة الحقيقية. Apply to بيجي وراها اسم. لما أقول مثلا The discount applies to club members only. طبعا اللي الديسكاونت الخصم ده بينطبق على مين؟ على أعضاء النادي فقط. ابلاي تو ممكن اجيب وراها مصدر ما اجيبش وراها نون، يبقى معناها بيتقدم بطلب لكي يحصل على كذا. مثلا اقول احمد has applied to join the police academy. طبعا احمد هنا تقدم بطلب للالتحاق باكاديميه الشرطه. ممكن ابلاي تو اللي هنا من شويه تيجي وراها اسم مباشره بمعنى ايه؟ او رودينا ابلاي تو ذا جيرمان يونيفرستي. رودينا هنا تقدم بطلب الى، بس هنا جاب لي ايه؟ ما جابليش هنا فعل مصدر زي ما جاب مع ابلاي تو جوين، ده هنا جاب لي اسم. يبقى هنا يتقدم بطلب الى وجاب لي ايه؟ The German University. يعني رودينا تقدمت بطلب لايه؟ الجامعه الالمانيه. ده نقطه ثانيه. Apply for بيتقدم بطلب للحصول على وظيفه، تاشيره، جنسيه، مكان في الجامعه. نقول مثلا I intend to apply for a new job soon. انا بنوي اتقدم بطلب للحصول على وظيفه قريبا. تمام. apply in person هنا بقى بيتقدم يعني personal، حاجه شخصيه لازم يقدم الطلب بايده يعني شخصيا. you can apply in person or by mail. احنا عندنا طريقتين لتقديم الطلب، يا اما شخصيا باليد يعني زي ما بيقولوا، يا اما by email عن طريق الايه؟ البريد. by mail عن طريق البريد. apply in writing بيقدم بطلب كتابه، الطلب بتاعه كتابه يعني تروح تشتكي مثلا يقول لك ايه؟ اكتب الكلام ده في ورقه وقدمه ايه كتابه. You have to apply in writing and we will call you soon. قدم الطلب بتاعك مكتوب وهن ايه؟ وهنكلمك قريبا. نيجي لاخر نقطه عندنا النهارده. Abbreviations اختصارات. عندي مثلا BSc اللي هي Bachelor of Science اللي هي بكالوريوس في العلوم. BA Bachelor of Arts. طب CV Curriculum Vitae. DOB Date of Birth. GSEC General Secondary Education Certificate. طبعا اسم الشهادة بتاعتكم إن شاء الله إن شاء الله تجيبوا على درجات. IT Information Technology. MSc Master of Science. PhD Doctor of Philosophy. طبعا كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لنا احلى لايك وتشترك في القناه وكمان تفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجاي اللي هيبقى عن حل اسئله الكتاب المعاصر وبعد كده حل اسئله كتاب جيم. الفيديوهين مهمين جدا جدا لازم تتابعوهم. وما تنساش تشير الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا، ولو عندك استفسار اكتبه في تعليق اسفل الفيديو وان شاء الله هرد عليك في نفس اليوم. كان معكم احمد العبد من دروس تعليميه اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.